السلام عليكم. اليوم نشوف آخر صور ملعب عنابة تعود إلى البارحة، والملاحظة هو أن الكراسي البيضاء مازال لم تصل، إذا مازال تخص الكراسي البيضاء في الملعب. وعندي واحد النقطة حبيت نتكلم عليها، هي أنه عندما قلت باللي المركب هذه الأشغال كبيرة جدا، الحجم تاع الأشغال ما يسمحش باش المركب يكون واجد أو الملعب يكون واجد بالنسبة للشان. وصحيح بكل ما قلته، لانه اضطروا يعني المسؤولين على الاشغال اضطروا الى تاجيل جزء من الاشغال الى ما بعد الشان باش يكملوا باش يكونوا واجدين، يعني وجدوا غير الاشغال اللي كانت تهم التنظيم تاع الشان. اما كان جزء اخر من الاشغال جاي في منطقة يعني مش في المنطقة تاع الفي بي والمدخل تاع الملعب، وهذاك الجزء تاع الأشغال أجلوه إلى ما بعد الشان. هذه هي الخطة الجديدة اللي داروها باش يعني كملوا الأشغال هذه اللي راح تسمح لنا باش تنظموا المقابلات تاع الشان في عنابة. إذا هذا هو، لولا هذه الخطة لما كان ممكن اكتمال كل الأشغال في وقتها. نخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.